हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है तो प्लीज यस लिखिए चैट बॉक्स में, प्लीज यस लिखिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ओके, 5 मिनट में शुरू थाई छे। हेलो हेलो, આવે છે જનાબ? ચલીએ સાહેબ, સગલા સગલા أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنذير العزيز لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في الأسكان فهم مكمهون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء نحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ضل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم واسمعون. قيل أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفل ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ما كنا منزلين. إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول لا كانوا بيستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديها فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون جنون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم انا حملنا ذرية في الكمشون وخلقنا لهم مثلي ما يركبون وان نشاء نغرقكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمة منا متاع الهين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم من لو يشاء الله عتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يلي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين Nasi masa baya zara hati melajad Nasi masa baya zara tahir lajad Nasi masa baya Zara burhan al-jadwa Khayda min adamati Mona
مسعفين وبلغ تحيات إليه معفرا لخدك ظلا في سرى ذلك المس أغسني أغسني شافي يا إمامنا ويا حاتم الأولياء ويا حاتم الجد ويا طاهر الأولياء ويا طاهر الجد ويا برهان الأولياء ويا برهان وطول بقاء السيف فينا فإنه لبرهان دين الله برهان الأقوى فأبقاه رب العرش وأعداؤه بالنار جبهتهم وصلى على طه وعترته الأولى هم النعمة العظمى هم الغاية القصر لما بدين الله أظم المصائب بغيبات داع هذا على المنى لقد كان سيف الدين شمس دعاة آل طه جميعا خذه على المنى سقى بصلاة الله طه وآله رضا ودعاة الستر قطر سها ألما بدين الله أدهى الشدائد بغيبات داع كان زين المساجد بغيبات برهان لآل محمد وسيفهم البتار حتى في المضاد نسيم صبا بلغ سلامي إليه وعد منهما نيلا بخير العوائد وصلى عليهم ربنا جل شأن إلى ما أضاء الكون نور الفرح عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام هميشة أروضت محاضر تعيش سجود بجاوي نزارت قريس بمولا سدلني أمالي ليس لخلاص سيئة وزيف قريس مولا محمد همارا سهر کہا ہم نے موکین آقا سدارا کہا ہم نے موکین آقا سدارا علیکہ صلاة علیکہ یا سید الشہداء خامس اہل الکساء على عظيم بلائنا لك في كربلاء طول زمان بكى ولهفة يا حسين يا سيد الشهداء فلك الحسين بكربلاء ملك الحسين بكربلاء نسك الحسين بكربلاء مسك الحسين بكربلاء اب کی کمال الحسین اب دی کمال الحسین مولا یا مولا ذکر الحسین خیر زاد زاد
يا فوز قوم ذاكرين شاك أبكى مصابه جميع الطاهرين فبكوه يا أهل الولاء الظافرين ذكر الحسين خير زاد الذاكرين يا سيد 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 جھولا اصغر کا مادر جھولاتی پانی پانی کی آواز آتی جھولا اصغر کا مادر جھولا دے رہے چومتے تھے جسے پیار سے مرتضی سونگتی تھی جسے فاطمہ سیدہ بوسے لیتے تھے جس کے بوسے لیتے تھے جس کے حبیب خدا اس غالے پر چھری ظلم داتی رہے پانی پانی کی آواز کوئی باقی نہ تھا قتل سب ہو گئے سونے جنگل میں لالو گوہر کھو گئے بھوکے بچے سسکتے ہوئے سو گئے پیاس رہ رہ کے ان کو ستاتی رہی پانی پانی کی آواز جب سکینہ نے دی العطش کی صدا قلب عباس غازی کا ہلنے لگا مشک لے کر گیا اور نہ واپس ہوا القامہ پر وفا جل ملاتی رہے پانی پانی کی آواز آتی رہی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین امام کا غم ہے مومنوں آؤ حسین امام کا غم ہے مومنوں آؤ حسین حسین کہو اشک خون برساؤ حسین حسین کہو اشک خون برساؤ یا حسین امام کا غم ہے اے مومنو حسین دائی کو پرسا دو آج ماتم سے انہیں تسلی ہو سوں رکے نہ آنکھوں سے یوں ماتم شاہ مظلوم کر کے دکھلاؤ یا حسین حسین امام اے مومنو نہ بھول پائے گے ہرگز ہمیں اس مولا کو ہمارے واسطے سجدے یہ سر کٹائے دو کوئی حسین سا آقا تو ڈھونڈ کر لاؤ یا حسین امام کا غم حسین شان کے مظہر یہ سیف دے مالا جگت ملے کے دیا ڈو ڈونا ملے نسا ہے عرض حشر تلک شا نیوہ دکھلاؤ یا حسین حسین امام کا غم ہے مومنوں یا حسین
يا حسين 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 يا محمد يا محمد يا محمد يا علي مولا يا علي مولا يا علي مولا يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة حسين 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 يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدة يا سيدة يا سيدة قطب الهدى قطب الهدى قطب الهدى فخر الهدى فخر الهدى فخر الهدى يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين منتك رو عنايتك قطرة بس عسل کا خدمت میں اب رہنا موقع کوئی کسل کا ساقی ہمارے آقا تم خلد کے شہد ہو ساقی ہمارے آقا تم خلد کے شہد ہو تسبیح تمہاری جپنا نعم الغذا عقل کا خدمت میں اب رہنا موقع کوئی کسل سینہ شاہدی ہے ہر علم کا خزانہ سینہ شاہدی ہے ہر علم کا خزانہ وارث ہے یہ حقیقی مولا علی کے سل کا خدمت میں اب رہنا موقع کوئی کسل کا باقی رہو اے مولا بندے کی یہ دعا ہے باقی رہو اے مولا بندے کی یہ دعا ہے ذمہ تیری بقا سے مولا بقا ہے کل کا خدمت میں اب رہنا موقع کوئی کسل کا ظائفنا تسبیح اسمائکم ایا بن المصطفی دابا ونعم الوضائع بتائیدکم نستیع درس وتقوى على تقوى قوانا ضعيف وتوّل إلهي عمر سيف لدي الذي هاز من غوري شؤون عفانينا فأبقاه رب الله وأعداؤهم بالنار جبهاتهم تكوى وصلى على طه وعترته الأولى هم النعمة العظمى هم الغاية سگلا حاضرین سے گزارش ہے خدمت گزاروں سے کہ پہلا دریس جو سگلا نے چھیر سگلا نے زیارت کروا دے خدمت گزاروں زیارت کری چکا چھو سگلا دریس نہ جو لوگوں چھو سگلا جلدی آوے